مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين في تي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. معنا جواد. جواد اللي غادي يتحدث لنا على الفيديو اللي راه في مواقع التواصل الاجتماعي كما شفتوا ديال المثير الجديد الياس المالكي اللي كيحرف القرآن الكريم بواحد الطريقة اللي سلبية وعصب المغاربة كاملين وشغل المغاربة كاملين ناضوا هضروا عليه. جواد اليوم غيتحدث لنا على هذه القضية هذه بالرأي ديالو هو الخاص، وغادي نعرفوا منه بزاف الحوايج. السلام عليكم. السلام اخويا مهدي، تحياتي ليك وتحياتي للمتابعين شوف تي في قناة الشعب وقناة المغاربة. بصراحة هذا الموضوع هو موضوع الساعة اللي كيتكلم عليه كيتكلموا عليه جميع الأطراف وجميع يعني اليوتيوبر علماء كذلك المتطفلين بزاف ديال شخصيات اللي بغي ربما بغي يستغنوا هاد 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 الموجة هادي ويركبوا عليها. فبصراحة حنا كنا كنتسناو أهل التخصص وأهل العلم وأهل الفقه، يعني هما الأدرى بهاد الأمور هادي. دونك حنا ماشي جينا باش نحاكموا ولا باش نحاسبوا ولا باش ندخلوا الجنة ولا ندخلوا النار. بصراحة هي كيف ما شفت بزاف ديال اليوتيوبر اللي كنت كننتظر منهم انهم يتكلموا بواحد المنطق ويتكلموا بواحد كيوتيوبر. ممكن ان احنا خطا اي واحد ممكن يخطا، هذا من جانب. والجانب الثاني حتى خطا هذاك الانسان فكاين جهات اللي كت تنظر فهذا الخطا واش فعلا ممكن انه يتابع قضائيا او ما يتابعش قضائيا. كاين جهات مسؤوله، كاين هذا من جانب. من جانب ثاني بصراحه احنا كهنا في الجيده شفنا الياس المالكي كيفاش خرج كيعتذر المغاربه وكيعتذر بانه غير متعمد. من كيعتذر؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح. ممكن اي واحد فينا كيخطا، ولكن كاينه في اخرى يعني ناضت من علماء ومن بزاف ديال اليوتيوبر بغاو يتحاكم. دونك الا كنا غادي انا المنظور ديالي كنشوف الا كنا غادي نحاكموا الياس على وديت انه حاجه في القران، اشنو نقولوا هذاك اللي كيسب رب امام اعين السلطه وامام اعين علماء وامام اعين الناس؟ دونك شكون اللي منزل القران؟ كاين واحد رب هو كل شيء، فوق من كل شيء. دونك هاد المشكل هذا سبب واحد 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 الجدل كبير في السوشيال ميديا. كنظن انا كنت متوقع بان الياس كان غادي يطيح في هذا الخطا، وكنت متوقع بقى امور اخرى كثيره اللي تقدر تطيح يوتيوبر الياس المالكي، قدر ما يكملش في المشوار ديالو. لان باش تكون انت حنا كنشوفوا نموذج اليوتيوبر العالميين كيفاش كيخدموا كيفاش كيتنقلوا من المدن للمدن كيفاش كيعرفوا بالمدينه تاعهم او بالدوله تاعهم. دونك حنا بغينا يكون عندنا يوتيوبر ماشي مقابلي انايا ازار ومقابلي يوتيوب وكريتي في عباد. ماشي هذا هو. كاين بزاف ما يدار، كاين بزاف ما يتخدم عليه، كاين بزاف امور اللي يقدر يطلع بها البوس يعني وتكون ايجابيه وتكون يعني عاد تستافد منها وتعطيك واحد. انت شفتي واحد المحتوى وعجبك، فهمت؟ ما يمكنش ان غادي نجي انا غادي نتصنت اشنو غادي نشوف. غادي نشوف ازار عن انصاري ابليكاسيون ازار، غنمشي نلعب لي جو، غادي انصاري ابليكاسيون باش نلعب لي جو. دونك ما نتسناش انا شي واحد غادي يقيدني ويتخلص عليا من فوق. هذا من جانب الثاني هو خاص واحد الفئه اللي كتابع هذا اليوتيوبر شكون هما؟ يعني المستوى الثقافي ديالو. ما يمكنش غادي نستغل واحد الشريحه ونعطيها واحد المحتوى وهذاك المحتوى ما غاديش يستافدوا منه، ما غادي ينفعهم حتى بشي حاجه. وممكن ان انا شفت انا الياس حاجه في القران انا حاجه في القران، واش فهمتي؟ يعني انا راه كنعتبره بالنسبه لي انا قدوه. يعني حتى الطريقه اللي كما ندو حنا ندو على الهضره ديالو قال لك انه غلط، ولكن الطريقه باش ذكر وباش هضر هذيك الكلمه يعني ما كانتش هي كان باغي يدير بها
والبوز باقيين باغي يدير البوز بالقران الكريم. وتخيل دابا الدري الصغير غيتفرج في هذاك الفيديو غيخرج الزنقه يولي يضحك بنفس الكلمه. هذا الاشكال اللي تلقحتي دابا حاليا قلتي بانه يقدر يكون تعمد. بالنسبه ما عرفتش ما عنديش علم بانه واش فعلا انه تعمد ولا ما تعمدش. داك الشيء يعني بينه وبين الله. هو قال بانه ما تعمدش وقال بانه خطا، ولكن بحكم انه العبارات ديالو يوميا عبارات اللي كتكون عباره فيها السب وفيها كذا، دونك شي ولا مخنط ليه مع الدماغ، فهمتي؟ دونك انت يعني روتين اللي كتعيش فيه يوميا ست سوايع كيف ما قال هو ست سوايع، هو يعني كيتواصل مع المتابعين تاعو، قالك بان التعب وكذا ممكن انه يكون التعب وممكن انه يكون ارهاق وممكن انها تكون زلت لسان، ولكن هذا ما كيمنع ما كيسمحش لينا حنا كمسلمين اننا نشوفوا واحد مغربي مثلا غادي 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 يحرف في القران. كنظن بان الياس المكي راه ود عائله كريمه ود عائله شريفه، يعني الوالدين تاعو يعني راه واحد الناس طيبين، وكنستنكر واحد الشخص اللي خرج وطعن في الاهل ديالو انه قال لي ولد الزنقه سميتو اكشوان اكشو اكشو اكشوان اكشوان اكوان اكشوان. الا جينا نتكلموا عليه ما غاديش نسكتوا، وديجا تكلمت معاه وديجا هو انتقدني، وانا غادي ماشي غادي ننتقدو، انا غادي نوضح له بان راه هذاك حتى هو خصو يتابع قضائيا، لان باش تقول انت واحد ولد الزنقه راه عيب وعار. ممكن انهم والديك غدا يتابعوا يقول لك هذا ولد الزنقه اجي شكون هو با امه. دونك بالنسبه للموضوع ديالنا ماشي موضوع هو هاد اكشوان وما عرفت اكنوان وما شنو سميتو، انا تبعت معاه لان هاد السيد هذا استغل واحد البنت وما تختصبها ولا شي حاجه بحال هكا وقصيره وسد عليها، ومن بعد عاونهم الناس وداري فلوسها وداري داكشي كامل، فهمتي؟ السيد صدق نصاب، فهمتي؟ يعني ها الاعلام عاونه وقف معاه ازو، يعني هنا كنرجعوا الفضل. ومن كنرجعوا الفضل؟ كنرجعوا الفضل الاعلام، الاعلام كيكون دائما ساند، واي واحد عنده محتوى اجي مرحبا، واي واحد يعني باغي يخدم باغي ممكن ان الاعلام كنقولوا حنا قناه الشعب، شوف تي في عطات واحد فتحات واحد الباب. كيف ما كانت الديانه ديالك، كيف ما كان التوجه ديالك، كيف ما كانت العقيده ديالك، اجي سيدي انت مرحبا بك. شوفوا الزوج والزوجه والاب دابا واحد القضيه حنا كنلاحظوا هذا دابا قناه، ما يمكنش انك انت دابا حاليا قدام والديك تفتح الفيسبوك تخدموا يدوزوا اليوتيوب المغاربه. شكون في شكون يعني كاينين فئه اللي كيتكلموا على التاريخ، كاينين فئه اللي كيتكلموا مثلا على هادشي ديال سميتو ديال التجاره الالكترونيه. اسيدي سير التجاره الالكترونيه كاين كلشي في اليوتيوب، اي حاجه بغيتي تعلمها سير اليوتيوب، بغيتي حتى تولي تسموك سير اليوتيوب، واش غتبقى حتى مقابله الياس ولا مقابل اكس ولا مقابل ايكغيك؟ عطى الله ما يدار. كاين المحتوى اللي الناس هي خصها تعيق، الشباب خصهم يعيقوا، الشباب خصهم يوعاو، لان الاعلام ممكن انه يقدر يوصلهم واحد تلقى راسه بالحبس. اشنو دار؟ دار واحد خطا حتى هو بغى يقلد واحد الشخص معين، مس بالوحده الوطنيه ولا مس بكذا ولا سب شي واحد، هادشي ديك السب والشتم والتشهير في السجن. يعني ممكن ان عنود انت غادي نسبك انت في شوف تيفي، راه كاين قانون، لكن قانون خصو قانون كيحمي المواطن، واي واحد اشتهر به كيمشي يدير شكايه. ما عرفش واحد اي فيسبوكي ولا باغي ينوض يقول لك انا فيسبوكي، ينوض يقول لك انا اعلامي، ينوض يقول لك انا يوتيوبر، حتى انا من حقي انني اسيدي. حنا راه في دوله المؤسسات، دوله كاين فيها مؤسسات، الناس اللي كيديروا اعلام كيديروا اعلام معروفين عندهم مسائل ديالهم قانونيه، الناس اللي يعني متبعين ما هو اعلامي ما يمكنش غادي نجي انا عندو في بلاصتهم، وما غاديش نجي انا غادي نمثلهم. سي الياس الماكي داير هذاك المحتوى، هذاك المحتوى ما فهمتش ما عرفتش شنو هو هذاك المحتوى، كيفاش تتحط كيفاش تداز اشنو كي انا دخلت هي باش نشوف هي نستافد. قلت انا ربما سمعت انا في جديده وقلت او ما يمكنش الياس الماكي داير هذه الموجه شنو كيدير، ربما كاين شي محتوى انا من حقي بغيت نستافد منه، قلت ربما شي حاجه ناقصاني نتعلمها من هذا السيد هذا. يعني ملي جيت نشوف انا كواحد اجي يعني عندي عقل عندي دماغ، دخلت كنشوف ما لقيت حتى شي حاجه، لقيت السبان هادي غنيضه هادي منفوخه هادي شي مستوى تافه. دونك التفاهه، واش حنا دابا في عصر التفاهه؟ واش حنا مازال يلا غادي نبداو نساهموا حتى حنا في التفاهه؟ ما يمكنش. عطينا سيدي انت عندك الحمد لله يعني كلشي جاهز عندك،
ممكن اسي تكلم لينا نتا عن كواكب وتكلم لينا على الفضاء وتكلم لينا على بحاره واحده انا علاش بالضبط حنا غادي نمشيو نجيبو نستغنوا واحد ظرف ان هادو لي مينور جو بونس لي مينور قل من 17 عام او قل من 16 عام واي واحد كنبغي نوجه واحد النداء او واحد رساله للاباء ما غاديش بيجي اسمك. تحياتي ليك خويا وتحياتي ليك قناة شوف تي في وانا ان شاء الله عودة إينا إلياس المانكي عاود تاني بعد على هذا المحتوى نعاودو نديرو لايف جديد ونزيدو نشتقو كثر. تحياتي ليك خويا. مشاهدينا ومتابعين شوف تي في كما شفتو جواد ضرب هذا الموضوع هذا بواحد الحساسية وعرفنا منه يعني بزاف الحوايج وتلاقى معكم في بث مباشر آخر في أمان الله. إلى اللقاء.